ونواصل أعزائي الطلاب انسحاب المحاور للقطوع المخروطية، وذلك برسم هذه القطوع أولا ثم إيجاد معادلة هذه القطوع من خلال استنتاج الصورة الجديدة للقطع بعد الانسحاب، وكذلك استنتاج معادلته كما سنوضح ذلك في الأمثلة التالية. مثال: أوجد معادلة القطع الناقص الذي رأساه 2.0 وسالب 8.0 وبؤرتاه 0.0 وسالب 6.0. الحل: هنا عزيزي الطالب نبدأ برسم القطع الناقص الذي رأساه 2.0 وسالب 8.0 وبؤرتاه 0.0 وسالب 6.0، فنجد أن المحاور الإحداثية، لاحظ عزيزي الطالب هنا أن رأس القطع عبارة عن سالب 8.0 والرأس الآخر عبارة عن 2.0، وكذلك بؤرة هذا القطع الأولى عبارة عن 0.0 والبؤرة الثانية عبارة عن سالب 6.0. هنا عزيزي الطالب نلاحظ أن المحور الأكبر لهذا القطع هو المحور السيني، وهذا القطع يأخذ الشكل التالي، وفي هذه الحالة نجد أن رأس هذا القطع عبارة عن 2.0 وسالب 8.0 كما هو واضح لدينا، ويكون مركز هذا القطع عزيزي الطالب هو النقطة سالب 3.0. إذن دال وكاف عزيزي الطالب هنا تكون عبارة عن سالب 3.0. وأيضا إحداثيات المحور الأصغر عبارة عن 0 وسالب 4 و0 وموجب 4. إذن عزيزي الطالب هنا نلاحظ أن دال وكاف أي مركز القطع الناقص تساوي سالب 3.0، هذه هي النقطة التي تعبر عن مركز القطع الناقص، وفي هذه الحالة نجد أن سين تساوي سين شرطة زائدا دال، إذن سين تساوي سين شرطة ناقصا 3، وفي هذه الحالة يقتضي أن سين شرطة تساوي سين زائدا 3، وكذلك صاد تساوي صاد شرطة زائدا كاف، أي أن صاد تساوي صاد شرطة زائدا 0، وهذا يقتضي أن صاد شرطة تساوي صاد. إذن عزيزي الطالب نلاحظ أن طول المحور الأكبر، هذا المحور الأكبر يساوي 2 ألف، أي أن 2 ألف تساوي 10، وفي هذه الحالة نجد أن ألف تساوي 5. إذن المحور الأكبر هنا من الرأس الأول إلى الرأس الثاني عبارة عن 2 ألف، واثنين ألف تساوي 10، وهذا يقتضي أن ألف تساوي 5. وطول المحور الأصغر 2 باء، هذا المحور الأصغر وهو المحور الصادي، نلاحظ أن محور القطع الجديد هو عبارة عن ميم سين شرطة وميم صاد شرطة. إذن طول المحور الأصغر يساوي 2 باء، وفي هذه الحالة نجد أن البعد البؤري أيضا يساوي 2 جيم. إذن عزيزي الطالب نجد أن 2 جيم تساوي 6، ومنها نستنتج أن جيم تساوي 3. لاحظ عزيزي الطالب هنا البعد بين البؤرتين من واو إلى سالب 6، إذن هو عبارة عن 2 جيم، أي أن 2 جيم تساوي 6، وفي هذه الحالة نستنتج أن جيم تساوي 3. وبما أن ألف تربيع ناقصا جيم تربيع يساوي باء تربيع عزيزي الطالب في القطع الناقص، إذن 25 ناقصا 9 تساوي باء تربيع، وفي هذه الحالة نجد أن باء تربيع تساوي 16، أي أن باء تساوي موجب أو سالب 4.
هنا عزيزي الطالب المحور الأصغر عبارة عن 2 باء، أي إحداثياته عبارة عن صفر وسالب باء وصفر وموجب باء، أي أن المحور الأصغر إحداثياته عبارة عن صفر وسالب 4 وصفر وموجب 4. وبهذه الحالة عزيزي الطالب نستنتج أن الصورة العامة لمعادلة القطع تأخذ الشكل س شرطة تربيع على أ تربيع زائدا ص شرطة تربيع على باء تربيع تساوي 1، أي أن معادلة القطع النهائية عزيزي الطالب هي عبارة عن س زائدا 3 الكل تربيع على أ تربيع أي على 25 زائدا ص تربيع على باء تربيع أي على 16 تساوي 1. لاحظ عزيزي الطالب الانسحاب هنا مقداره سالب 3 وصفر، إذن معادلة القطع تأخذ الصورة الموجودة أمامنا. مثال: أوجد معادلة القطع الزائد الذي رأساه 6 و2 و0 و2 وبؤرتاه 7 و2 وسالب 1 و2. الحل: نلاحظ عزيزي الطالب أن رأسي القطع الزائد عبارة عن 6 و2 و0 و2 وبؤرتاه عبارة عن 7 و2 وسالب 1 و2. إذن نقوم بأخذ هذه النقاط على المحاور الإحداثية ونحدد نوع القطع. فنجد أن الرأس الأول لهذا القطع عبارة عن النقطة 6 و2، والرأس الثاني لهذا القطع عبارة عن النقطة 0 و2. إذن هنا عزيزي الطالب نلاحظ أن البؤرة أيضا 7 و2 البؤرة الأولى، والبؤرة الثانية عبارة عن سالب 1 و2. إذن هذا القطع عزيزي الطالب هو قطع زائد، محوره القاطع يوازي المحور السيني والمحور غير القاطع يوازي المحور الصادي. نلاحظ عزيزي الطالب أن ميم سين شرطة وميم صاد شرطة هما محوري الإحداثيات بالنسبة للقطع الجديد، وفي هذه الحالة نجد أن دال وكاف أي رأس هذا القطع عبارة عن 3 و2. إذن عزيزي الطالب البعد البؤري عبارة عن 2 جيم، وفي هذه الحالة نجد أن 2 جيم يساوي 8، وهذا يقتضي أن جيم تساوي 4. وبما أن جيم تربيع ناقصا ألف تربيع تساوي باء تربيع، في هذه الحالة نقوم بالتعويض عن قيمة جيم تربيع وكذلك ألف تربيع أي 16 ناقصا 9 وهو ما يساوي باء تربيع، وفي هذه الحالة نجد أن باء تربيع تساوي 7. إذن معادلة القطع الزائد عزيزي الطالب تكون على الصورة س شرطة تربيع على أ تربيع ناقصا ص شرطة تربيع على باء تربيع تساوي 1. هنا عزيزي الطالب نقوم بالتعويض عن أ تربيع وباء تربيع وكذلك الانسحاب، مقدار الانسحاب هنا بالنسبة لس شرطة بالنسبة لص شرطة، فنجد أن المعادلة تأخذ الصورة س ناقص 3 الكل تربيع على 9 ناقصا صاد ناقصا 2 الكل تربيع على 7 تساوي 1، وهي معادلة القطع المطلوبة. وبإمكاننا عزيزي الطالب أيضا فك هذه الأقواس واستنتاج معادلة القطع بالصورة التالية، أي أن هذه المعادلة بعد فك الأقواس تؤول إلى 7 س تربيع ناقصا 9 ص تربيع ناقصا 42 س ناقصا 36 ص ناقصا
36 تساوي 0. إذن أي من هاتين المعادلتين عزيزي الطالب تمثل معادلة القطعة زائد المطلوبة؟